الصبي والذئب، حكاية من التراث اليوناني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية صغيرة عند سفح الجبل، عاش صبي يعمل راعيا للغنم. كان عليه أن يخرج بالغنم كل يوم متجها نحو الحشائش في الجبل، وأن يرعاها من خطر الذئاب، ولكن الصبي لم يكن راضيا عن عمله هذا. يا للملل، ماذا أفعل؟ اذهبي، لولاكم لاستطعت أن ألهو وألعب. فتيات القرية، ديساليا، كان الصبي يحب ديساليا كثيرا. هل ستذهبن لقطف التوت؟ نعم. هل يمكنني أن آتي معكن؟ سأحميكن. نعم. كلا شكرا، أرجوك دعنا وشأننا، واهتم أنت برعي الغنم. نعم، واحترس من الذئاب. هيا بنا، هيا. لا 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 لا. يا للضجر. أخذ ينفخ في البوق طلبا للنجدة. هناك ذئب، هيا ذئب في الحقول، هيا بسرعة، هيا لكي نقضي عليه، هيا بسرعة، لابد أن نساعده. ماذا لديك؟ حسنا، لقد حضر أهل القرية جميعا، هذا شيء رائع. يهو يهو، أين الذئب؟ ها؟ الذئب إنه هناك. فلنكن مجموعتين إذن. سوف نذهب نحن إلى هناك ونطارد الذئب. هيا بنا، هيا هيا. كن على حذر. دام بحث أهل القرية عن الذئب طوال النهار. بحثنا في كل مكان ولم نعثر على أثر واحد لأقدامه. شيء عجيب، أين ذهب يا ترى؟ ربما شاهدت شيئا آخر. كلا، لم أرى شيئا آخر، لقد رأيته بوضوح، انظر، لقد عض هذا الحبل المسكين. كان الصبي يكذب، فهو لم يرى الذئب مطلقا، ولكنه لم يستطع البوح بذلك. لا لا أكذب، لا، صدقوني. ربما لم يكن ذئبا، ولكن لا بد لنا من أن نصدقك. لقد كان الذئب كبيرا هكذا، وجاء مزمجرا. نعم حقا، وماذا حدث؟ نعم، لقد كان علي أن أعمي الخراف، فأمسكت به هكذا. ألم تكن خائفا؟ كلا، أنا لا أخاف أبدا.
يا لك من قوي، إنني معجبة جدا بشجاعتك. كما رأيتم لقد تغيرت القصة كثيرا، وأخذ الصبي يروي أنواع القصص العجيبة. لقد أتى من تلك الجهة. نعم. لا تخافوا ولا تفزعوا، فأنتم في أمان طالما أنكم معي أنا القوي جدا. أيا لا 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 أبريتا تاريتا، أنا القوي الذي هزم تريتا. أهلا بساليا. فرح الصبي كثيرا لأنه لن يصبح وحيدا بعد الآن، وتوجه جميع أطفال القرية إلى الجبل سعيا وراء المغامرة التي أفزعتهم وأثارتهم في الوقت ذاته. إلا أن أيام السعادة هذه لم تدم طويلا، سرعان ما كف الأطفال عن الصعود إلى الجبل. ديساليا، هل ستذهبن لقطف التوت؟ سآتي معكن لأن الذئب موجود هناك وسأقاتله بقوة العجيبة. ماذا؟ أنا أشك بوجود الذئب هنا. لا، إنه موجود، لقد رأيته، ولكنه لم يأتي إلى هنا. ولكن هل أنت واثق من أن ما رأيته كان ذئبا؟ لا فائدة من الحديث معك، هيا بنا. هيا. الذئب موجود فعلا، لقد رأيته. حزن الصبي كثيرا لأنه عاد وحيدا من جديد. لقد تذكر الصبي الأيام الخوالي عندما كانت بنات القرية يصدقنه، ولكن وبعد مرور تلك الفترة لم يعد أحد يصدقه. سيأتي الذئب ثانية، لم لا؟ يجب أن أتصرف، أنا واثق من ذلك. الذئب! هيا 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 بنا بسرعة، هيا بنا بسرعة، هيا 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 الذئب، هيا الذئب. حسنا، نحن قادمون. لا وجود للذئب أيضا. وهل رأيته فعلا يا بني؟ نعم، كان عليكم الحضور مبكرا، ولكنكم تأخرتم. منذ ذلك الحين أخذ الصبي ينفخ في البوق معلنا عن ظهور الذئب كلما أحس بالضجر، وكان في كل مرة يكذب ويطلب النجدة. قادمون. نعم نحن قادمون. أسرعوا، هيا سيهرب الذئب، هيا. وكذب الصبي كالمعتاد وظل على هذا الحال حتى امتنع أهل القرية عن تلبية ندائه. الذئب تعالوا. وذات يوم على الفجر لم يعد أحد يستجيب لندائي. اذهبوا عني. برغم صراخ الصبي لم يحضر أحد لنجدته. إنه الذئب، النجدة، إنه الذئب، أنا لا أكذب.
تصدق.